يوم 25 أكتوبر سنة 1993، وتحديدا داخل مبنى وزارة الداخلية التونسية، السيد عبدالله القلال وزير الداخلية التونسي بيتصل الساعة 7 صباحا بالسيد محمود عباس أبو مازن اللي كان وقتها سكرتير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبيطلب منه يروح له مكتبه. وبالفعل السيد محمود عباس أبو مازن راح له المكتب في اندهاش من طلب المقابلة. وزير الداخلية التونسي بلغه ان الأمور مش تمام، وقام من على مكتبه وجاب له أباجورة لونها أزرق وشكلها شيك. قال له حضرتك قبل ما تسافر طلبت مننا نعمل لك فحص أمني على مكتبك ومكتب جميع القادة الفلسطينيين، وإحنا بنفحص المكتب لقينا الجهاز ده داخل الأباجورة، وده جهاز دقيق جدا وبينقل الصوت لمسافات بعيدة جدا، وبصراحة ده جهاز متطور وأول مرة بنشوفه. وقال له حضرتك تعرف مين اللي جاب لك الأباجورة دي داخل مكتبك؟ رد عليه عباس أبو مازن وقال له أكيد طبعا عارف مين اللي جابها. قال له بس الأباجورة دي جيالي من دراع اليمين، وأنا بثق فيه جدا ومش أنا لوحدي بس، وجميع القيادات الفلسطينية داخل المنظمة بتثق فيه جدا. رد عليه عبدالله القلال وقال له مش هي دي المشكلة دلوقتي، المشكلة الحقيقية هل جايب لك هدايا تاني داخل المكتب؟ رد عليه أبو مازن وقال له جايب لي مع الأباجورة كرسي طبي بعد ما كنت بشتكي من ألم في ظهري. عبدالله القلال طلب من محمود عباس أبو مازن إن يكتم عن الموضوع لحد ما يفحصوا الكرسي فحص دقيق جدا. أبو مازن خرج من مكتب وزير الداخلية وطلع على مكتبه في منظمة التحرير، وأول ما وصل هناك كان في انتظاره الكاتب الفلسطيني إيميل حبيب، كان جاي له يقعد معاه شوية ويستفسر منه عن سفرية واشنطن الأخيرة. أبو مازن علشان ما يصيرش أي شكوك حواليه نادى على المرافق بتاعه واللي كان موجود معاه في مكتب وزير الداخلية التونسي، قال له خد الكرسي ده مش مريح بالنسبة لي وهات لي الكرسي القديم. طبعا المرافق كان فاهم كل حاجة وأبو مازن كان مفهمه هيعمل إيه بالظبط. خد الكرسي ووداه على وزارة الداخلية التونسية في منتهى السرية، واللي بدورهم فحصوه فحص دقيق جدا، وكانت المفاجأة ليهم إن الكرسي مزروع فيه جهاز دقيق جدا وأكتر تطور من الجهاز اللي كان موجود في الأباجورة. الكارثة بقى إن الجهاز كان مصمم بطريقة لا يمكن اكتشافه عن طريق أجهزة الفحص الإلكتروني. وبعد ما اكتشفوا الجهاز بلغوا محمود عباس أبو مازن، واللي بدوره بلغ الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات واللي كان وقتها زعيم منظمة التحرير الفلسطينية، وبناء عليه أمر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بالقبض على رجل المنظمة الثاني في تونس واللي كان مرشح إن يكون نائب للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وهو عدنان ياسين. مين هو الجاسوس عدنان ياسين وإيه حكايته؟ في سنة 1948 اتولد عدنان ياسين في بلدة السافرية في فلسطين المحتلة. بعد ما اتولد مباشرة الكيان الصهيوني أخلى القرية بالكامل وطردوا كل الفلسطينيين اللي كانوا موجودين في القرية. أول ما عدنان ياسين وصل لسن الشباب اتجوز من بنت عمه السيدة سميحة الله يرحمها، وأنجم منها 3 أبناء وهم جهاد وهاني وعايدة. في بداية شبابه انضم للمجموعات الفلسطينية الفدائية وزع صيته، وكان معروف بذكائه ولبقته وسرعة البديهة، وكان بيعرف يخلص أي صفقة وأي مصلحة مع أي حد. بعد 67 أصيب بخيبة أمل كبيرة جدا، وده خلاه ياخد أسرته ويهاجر على بيروت. في الوقت ده منظمة التحرير الفلسطينية اتنقلت من الأردن إلى لبنان، وأول ما وصل بيروت انضم لحركة فتح التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأول ما انضم للمنظمة كان محل ثقة لقادة المنظمة الفلسطينية وعلى رأسهم ياسر عرفات شخصيا. وفي السبعينات الكيان الصهيوني قدر يعمل فتنة ما بين الشعب اللبناني وما بين الفصائل الفلسطينية، واللي نتج عنها اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية سنة 1975. بعد الحرب الأهلية منظمة التحرير الفلسطينية خرجت من لبنان وراحت لتونس سنة 1982، وده طبعا كان بزعامة ياسر عرفات وجميع الفصائل الفلسطينية اللي كانت معاه واللي كان ما بينهم عدنان ياسين، وحددوا مقر المنظمة في العاصمة التونسية. تعين عدنان ياسين موظف معني بالشؤون الإدارية في السفارة، يعني كان متخصص في تسيير أعمال الفلسطينيين في تونس. بالإضافة لده كله تم تكليفه بتأسيس مكاتب ومنازل أعضاء المنظمة، وكمان منازل ومكاتب موظفين السفارة الفلسطينية، وده معناه إن المخصصات المالية للمنظمة كانت تحت إيديه. عدنان ياسين علاقته كانت قوية بكل أعضاء المنظمة، ومش كده وبس، وعلاقته كانت قوية جدا بكل الفلسطينيين اللي كانوا موجودين في تونس وكانوا بيعتبروه واحد من عيلتهم. في سنة 1989 بدأت زوجته تشتكي من آلام في معدتها، وبعد الكشف والفحوصات اكتشفوا ان هي مريضة بالسرطان. عملوا معاها كل المحاولات في أحسن المستشفيات في تونس لكنها ما تحسنتش. أصحابه نصحوه ان يسافر بيها لفرنسا لان العلاج هناك هيكون أفضل، واستجاب للنصيحة وقرر ان يعالجها في فرنسا،
وسافر في اكتوبر سنة 1989، ومشيت الامور على كده لمدة سنتين، كل فترة ياخد زوجته ويعمل لها فحوصات في باريس، وطبعا المنظمة كانت بتساهم معاه في جزء من العلاج. عدنان ياسين لما كان بيسافر هو وزوجته لباريس كان متعود ينزل في فندق اسمه الميريديان باريس، وطبعا كل اعضاء المنظمة بما فيهم عدنان ياسين كانوا تحت عين الموساد الاسرائيلي. وفي اواخر سنة 1991 واثناء وجود عدنان ياسين هو وزوجته في الميريديان باريس، لقى واحد داخل يتعرف عليه وكان باين من لهجته ان هو مصري الجنسية. عرفه بنفسه وقال له ان اسمه حليم الصاوي وهو رجل اعمال من اصول مصرية ولكن معاه الجنسية الهولندية، ومن هنا ابتدى الكلام ما بينهم وابتدوا يتعرفوا على بعض. وطبعا عدنان ياسين عرفه ان هو في منظمة التحرير الفلسطينية وان هو الكل في الكل في السفارة الفلسطينية. اتكررت المقابلات ما بينهم اكتر من مرة واتقلبت المعرفة لصداقة، ولما المرض زاد على زوجة عدنان ياسين اصبحت بتروح المستشفى كل شهر بعد ما كانت بتروح كل شهرين. كل مرة كانوا بيروحوا باريس كان عدنان ياسين بيقابل حليم الصاوي، كانوا بياخدوا ويدوا في الكلام مع بعض لحد ما العشم زاد بينهم قوي. وفي مرة من المرات طلب منه عدنان ياسين ان يساعده ويشوف له وظيفة لابنه هاني، وهاني في التوقيت ده كان لسه متخرج من دبلوم الميكانيكا. حليم الصاوي طبعا قال له انت تؤمر، قال له انا ليا واحد صاحبي عنده شركة كبيرة في ألمانيا، بما ان ابنك حاصل على دبلوم ميكانيكا فده انسب مكان يشتغل فيه. قال له اول ما توصل تونس ابعت كل بيانات واوراق ابنك على العنوان ده في ألمانيا واعتبره اشتغل. وبالفعل اول ما رجعوا على تونس بعتوا كل اوراق هاني على المانيا. في مارس سنة 1992 وفي اثناء وجود عدنان ياسين في بيته جاله اتصال من حليم الصاوي وقال له ان الراجل صاحب الشركة عايز يشوف ابنك هاني ومتحمس جدا ان يقابله، والموضوع شكله فيه خير كبير قوي لابنك، حاول ما تتأخرش عليه. وبعدها بكام يوم وتحديدا في مطلع ابريل سنة 1992 عدنان ياسين خد ابنه هاني وسافر على ألمانيا، وأول ما وصلوا اتفاجئوا بوجود حليم الصاوي في استقبالهم بحجة إن هو معزوم عند صديقه الألماني، والغريب بقى إن هو تكفل بكل نفقاتهم ومصروفاتهم بشكل كامل، خدهم وراح بيهم على فندق موجود في ميونخ. أول ما وصلوا لقوا الرجل الألماني في انتظارهم، عرفهم بنفسه إن رجل أعمال ألماني كبير وإن هو عايز يعمل مشروع ضخم في تونس، وقال له إن المشروع ده هيصرف ملايين الدولارات، وقال له إن هو محتاج لشاب مكافح وده علشان يمسك إدارة المشروع بشكل كامل في تونس، وقال له انه وكل موضوع دراسة جدوى المشروع لمكتب في ألمانيا وهيشوف رأي المكتب ايه. حليم الصاوي قال لعدنان ياسين ما تقلقش، صاحب المكتب اللي هيعمل دراسة الجدوى حبيبي قوي، وقال له ان صاحب المكتب رجل لبناني اسمه ميشيل نمور وشهرته أبو جورج. بعد كام يوم حليم الصاوي رتب مقابلة ما بين عدنان ياسين وميشيل نمور، واللي كان في حقيقة الأمر ضابط في الموساد الإسرائيلي. الضابط ده كان مكلف بتجنيد عدنان ياسين. عدنان ياسين كان راجل لماح وذكي جدا جدا، ولاحظ ان كل لما يتكلموا في موضوع يلاقي ميشيل نمور يحول الكلام ناحية القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية، وكل لما يتكلموا في حاجة لازم يجيب سيرة الفصائل الفلسطينية والقيادات الفلسطينية. عدنان ياسين جابها له على بلاطة وقال له انت عمال تلف وتدور وبتجيب كلمة من الشرق وكلمة من غرب، انت عايز ايه بالظبط؟ ورد عليه ضابط الموساد وقال له خلينا نتكلم بصراحة، قال له من الاخر انتوا كمنظمة فلسطينية كنتوا موجودين في لبنان وقامت مشاكل كبيرة وانتوا كنتوا طرف فيها، والمشاريع والشركات اللي كانت موجودة راحت في داهية. قال له ان المشروع ده هيتعمل في تونس ولازم دراسة الجدوى علشان تكون كاملة تكون مدروسة كويس من كل الجوانب، وقال له كل اللي مطلوب منك شوية معلومات اقتصادية باعتبار انك قاعد في تونس، وقال له ان ابنك هو اللي هيدير المشروع واحنا مش هنثق في حد غيرك انت وابنك. وبعد ما خلصوا المقابلة في ألمانيا رجعوا على تونس. عدنان ياسين لما رجع تونس ما كانش مرتاح لهم، علشان كده ولا كتب لهم تقارير ولا عبرهم. وبعد اسبوعين تلاتة جه الميعاد اللي زوجته لازم تسافر فيه باريس علشان تتعالج في المستشفى هناك، واول ما وصلوا فرنسا اول حاجة عدنان ياسين عملها اتصل على ميشيل نمور على رقم التليفون اللي كان مدهوله وهم في ألمانيا، وقال له انه موجود حاليا في باريس واعتذر له انه مقدرش يقدم له تقارير لانه كان مشغول بمرض زوجته. ميشيل نمور قال له سلامات لزوجتك، خليك عندك وانا هجيلك لحد عندك. وبالفعل ميشيل نمور راح له لحد عنده، وعدنان ياسين فضل يعتذر له ويتأسف له وقعد يقول له معلش انا ما كنتش فاضي والكلام ده. ميشيل نمور رد عليه وقال له انت راجل ذكي وحريص جدا في شغلك وحرصك شيء مطلوب، وقال له من الاخر كده انت خفت تعمل التقارير ليحصل لك مشكلة صح ولا انا غلطان؟ رد عليه عدنان ياسين وقال له كلامك مش مظبوط،
قال له انا اتصلت عليك علشان اشوفك هتيجي ولا لا، ولو ما كنتش جيت كنت بالفعل هعتبرك رجل بتاع مكتب دراسات وكبرت دماغك مني علشان انا اهملت في دراسة التقارير، وكان زمانك شفت حد تاني عمل لك التقارير، ولكن طالما اهتميت كده بيا وسبت مكتبك وجيت لحد هنا يبقى لا انت اسمك ابو جورج ولا انت ميشيل نمور ولا في مشروع من الاساس. رد عليه ابو جورج وقال له قالوا لي انك ذكي جدا جدا، لكن انا ما كنتش اتوقع انك بالذكاء ده. وقال له عموما يا سيد عدنان احنا مش طالبين منك حاجة صعبة، كل اللي عايزينه منك تحركاتهم وبس، هندي لك بعض الاسماء كده وكل اللي مطلوب منك تقول لنا تحركاتهم، رايحين فين وجايين منين وبيعملوا ايه، وعلشان الامور تمشي طبيعي جدا دول قلمين خليهم معاك، اي حاجة عايز تقولها لنا او تكتبها لنا اكتبهم بالقلمين دول. الحبر بتاعهم بيطير بمنتهى السرعة ومستحيل حد يكتشفهم، وموضوع الكتابة والمراسلات هيكون بصفة مؤقتة لحد ما تيجي الفرصة المناسبة، وبعدها هنعفيك تماما وليك علينا، هنعالج زوجتك في أحسن المستشفيات اللي انت هتختارها وعلى حسابنا، وابنك هنعمل له كل اللي انت عايزه، أما انت كل اللي تؤمر بيه. ودول بقى 10,000 دولار كبداية ومستنين منك أول تقرير. عدنان خد الفلوس وخد زوجته ورجع على تونس، وأول ما وصل الخوف فضل متمكن منه وما كتب لهمش ولا كلمة، وفضل على كده لحد ما جه ميعاد زيارة زوجته للمستشفى، وهناك قابل أبو جورج وقال له من الآخر كده اعفيني من موضوع المكتبات، مستحيل أعمل أي حاجة بتتكتب لأن أنا كده ممكن أروح في داهية، وبدل موضوع الكتابة ده ليك عليا، أول ما أوصل باريس هتلاقيني مجهز لك تقارير عن كل المعلومات اللي انتوا عايزينها. وبقى عدنان ياسين كل ما يسافر باريس بيكون مجهز لهم تقارير عن كل المعلومات اللي هم عايزينها، وكان بيبلغهم بكل تحركات قادة المنظمة الفلسطينية سواء العلنية او السرية، وكان من ضمن المعلومات دي تحركات سرية في منتهى الخطورة لابرز قيادات المنظمة، واللي كان على راسهم ابو اللطف وابو العلاء وعبد الله الحوراني وياسر عبد ربه والحكم البلعاوي، وقيل ان بسبب المعلومات اللي قدمها للموساد الاسرائيلي تسبب في مقتل عاطف بسيطة. استمر عدنان ياسين بامداد الموساد الاسرائيلي بكل المعلومات لمطلع اغسطس سنة 1993، وفي يوم زوجة عباس محمود ابو مازن طلبت منه تروح تزور زوجة عدنان ياسين السيدة سميحة الله يرحمها، وده لما عرفت ان حالتها الصحية سائد جدا، وبالفعل ابو مازن خد زوجته وراح يزور عدنان ياسين وزوجته في بيتهم، وهم قاعدين مع بعض عدنان ياسين لاحظ ان عباس محمود باين عليه التعب، سأله عن حالته الصحية ورد عليه عباس محمود ابو مازن وقال له والله يا ابو هاني انا ظهري واجعني حتى القعده بقت تتعبني، وبقالي فتره كده بدور على كرسي طبي يكون مريح بالنسبه لي في المكتب. عدنان على سبيل المجامله قال له خلاص سيب الموضوع ده عليا واعتبر ان الكرسي ده هديه ليك. وطبعا عدنان ياسين بلغ الموساد بالمعلومه، ولما راح باريس وهو قاعد مع ضابط الموساد بيديله المعلومات قال له في وسط الكلام ان محمود عباس تعبان وبيدور على كرسي طبي. ابو جورج خد المعلومه وقال له بس كده الفرصه جت لحد عندنا، قال له انت كده بقى تمام سيب الباقي علينا. وبعد كام يوم تواصل معاه ضابط المخابرات وقال له الكرسي جاهز في فرنسا، وعلشان ما نسيرش اي شكوك حواليك لا هينفع نبعت لك الكرسي ولا انت تيجي تاخده من فرنسا، احنا بعتنا لك عربيه هديه في المينا وهتقول اللي حواليك انك اشتريت عربيه جديده، وابعت ابنك هاني يشحن العربيه من فرنسا على تونس، واول ما العربيه توصل لك هتلاقي الكرسي موجود جواها، وكمان هتلاقي اباجوره معاه، هتاخد الكرسي والاباجوره وتقدمهم هديه لابو مازن والعربيه هديه مننا ليك. وفعلا سافر هاني على فرنسا وشحن العربيه من ميناء مارسيليا واللي كان فيها الكرسي والاباجوره، طبعا دخلوا المكتب محمود عباس ابو مازن بمنتهى السهوله، ولحسن الحظ ان ابو مازن ما لحقش يقعد على الكرسي الا ايام معدوده لانه كان مسافر مع ياسر عرفات ومجموعه القيادات على واشنطن علشان ينفذوا معاهده اوسلو واللي تم توقيعها يوم 13 سبتمبر سنه 1993. ابو مازن قبل ما يسافر مباشره خد بعضه وراح لوزير الداخليه التونسي عبد الله القلال في مكتبه، وطلب منه ان قبل ما يرجعوا من امريكا يعمل له فحص امني كامل على جميع مكاتب القيادات الفلسطينيه في تونس، لان كان عنده شك ان اسرائيل عمرها ما هتفوت الفرصة في ان تعرف ايه اللي هيدور في الغرف المغلقة بعد ما تتم المعاهدة، علشان كده اكد على وزير الداخلية التونسي ان هو يفحص مكاتب القيادات بشكل دقيق جدا، وبالفعل شكه كان في محله وتم اكتشاف الاجهزة، وتم القبض على الجاسوس عدنان ياسين بمعرفة الشرطة التونسية
التونسية واللي بعدها سلموه للأمن الفلسطيني، ولما اتقبض عليه فتشوا بيته ولقوه كان بحوزته مسدس من عيار 6 ملي وكان بدون ترخيص وبالإضافة لمبلغ 30,000 دولار. وأثناء التحقيق اعترف بشكل تفصيلي بكامل خيانته، واتنشرت التحقيقات دي في مجلة الدراسات الفلسطينية وتمت إحالته للمحاكمة واتحكم عليه بالسجن 25 سنة. أما ابنه هاني تم تبرئته بعد ما تأكدوا إن ما يعرفش أي حاجة عن اللي بيحصل. وبعد ما تم سجن عدنان ياسين الإسرائيليين طلبوا الإفراج عنه، ولكن لم يذكر أي صفقات تمت بخصوصه، وبعدها اختفت أخباره لمدة 10 سنين كاملين، لحد ما جه واحد من الكتاب الإسرائيليين كتب خبر صغير في مجلة وقال إن عدنان ياسين تم الإفراج عنه يوم 3 يناير سنة 2004، وقال إنه سافر على السويد كلاجئ سياسي، ومن بعدها اختفت أخباره تماما. لو الفيديو عجبك فضلا اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا.